حياكم الله مشاهدينا الكرام. في بلد يطفو على بحيرة من الذهب الأسود، أينما مررت وأينما توجهت ستجد من يمد يده عونا إليك متوسلا عسى أن تسد رمق طفل صغير. مشاهدينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش ظاهرة التسول وتحديدا تسول الأطفال من حديثي الولادة إلى عمر المراهقة. راح نتعرف على الأسباب لأن تعددت أشكال وصور التسول وما هي المعالجات، لكن قبل الخوض بالتفاصيل تعالوا نشوف هذا التقرير وراجعينكم. خلال الأعوام الماضية نلاحظ شيوع ظاهرة التسول في البلد، إذ تعد من أخطر الظواهر التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، حيث تعددت أساليب وأنماط التسول، فمنها المباشر وغير المباشر والاختياري وحتى الإجباري. أما الضحية الأكثر تضرراً في التسول غالباً ما يكون الطفل الذي يستخدمه المتسول لاستعطاف المارة، سواء كان المتسول من أسرة الطفل أم لا. أما الأسباب فعديدة، منها الطلاق والخلافات الدائمة بين الأبوين والتفكك الأسري نحو العنف والقسوة وترك المدارس، بالتالي تشكل بيئة ملائمة لازدياد المتسولين، حيث يهرب الأطفال إلى الشارع ويجدون في التسول ضالتهم للحصول على المال بطريقة سهلة يشبعون به رغباتهم ويوفرون مستلزمات الحياة. فهذه ظاهرة قديمة لكنها مستمرة تزداد انتشاراً على الرغم من الحملات الأمنية وصد دعوات بتشديد الإجراءات الرادعة للمتسولين لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب فاعلي الخير. وحسب المختصين إن استمرار هذه الظاهرة على المدى البعيد قد يشكل خطراً اجتماعياً وصحياً وأمنياً، خاصة وأن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي تمارس تحت غطاء التسول وجمع الأموال. إذن مشاهدينا الكرام، بعد عودتنا من التقرير نناقش ظاهرة التسول. ظاهرة التسول هي ظاهرة خطيرة ولها انعكاسات وأبعاد على تنشئة الأطفال وحتى المجتمع. نشوف أنه التسول هو موجود يعني منذ الأزل وموجود يعني بسنوات السابقة، لكن سنة بعد سنة ده يزداد، سنة بعد سنة ده نشوف صور وأشكال للتسول عديدة. نشوف أنه الأطفال الآن في الوقت الحالي يمتهنون هذه الظاهرة. نشوف أنه يعني أطفال يبيعون الكلينكس، نشوف أطفال يبيعون الماء، نشوف يعني يمسحون زجاج السيارات، منتشرين بكل مكان بكل التقاطعات، نشوف بالأسواق بالعيادات الطبية. يعني المشكلة وين؟ المشكلة أنه كل مكان يعرفون شنو اللي يحاولون يكسبون عطف الناس. مثلا اذا هو بالطرق يعني تقاطعات نشوف انه هو يبيع الماء والكنس باعتبار الناس يحتاجوه، نشوف انه بالعيادات الطبيه يحمل لك انه اني مريض او تحاليل او تقارير طبيه انه هو يدل انه هو مريض حتى تساعده ويكسب عطف الناس. هنا المشكله وين؟ المشكله بعض الاطفال دي يحاولون ان هم يمثلون، ونشوف انه هو مثلا بيعاها مرضيه او بمرض خطير حتى تساعده. نشوف انه حتى اطفال حديثي الولاده نشوف اهلهم او الام تحمل هذا الطفل تحت اشعه الشمس الحارقه او حتى بالشتاء بالبرد القارس، نشوف انه هي حاملته حتى انه انت تقول خطيه او تكسب عطفك، بالتالي راح تعطي مبلغ من المال. بعض الأطفال هنا ما يقبلون بمبلغ بسيط كأنه يكون ربع دينار أو 500 دينار، لا يطلب من 1000 فما فوق. هنا مشكلة كبيرة. نشوف الأطفال بعمر الورود وهم بهذه الحالة، حالة يرثى لها من الملابس الممزقة أو المتربة، الشعر المترب، يعني حالة مستحيل أنه أنت طفلك أو أنه تخلي طفلك بمكانة ما راح تتقبلها. هنا محتاجين معالجة أكيد. المشكلة أنه أطفال مثلا يكون هو عمره 6 سنوات من المفترض أنه هو يلتحق بالمدرسة، نشوف لا تارك المدرسة في سبيل أنه هو يعني يجيب مصرف للبيت أو يساعد أهله. من تجي تحكي يقول لك والله أنا ما عندي أحد بالبيت، ماما وحدها بالبيت، من يساعدنا أصرف عليهم وكذا تفاصيل. إذا المشكلة وين؟ وين حقوق الطفل؟ نشوف شنو أبعاد هذه المشكلة. السؤال هنا، هل هذه الظاهرة
حاجة ضرورية أم أصبحت مهنة في الوقت الحالي، وما هي أبعادها على المجتمع العراقي في المستقبل القادم؟ شوف الجواب راجعي. ازدادت ظاهرة التسول في الآونة الأخيرة، الأطفال أصبحوا لا يتمتعون بحق اللعب، محرومين من هذا الحق ويذهبون في تقاطعات الطرق وفي الشوارع بمد أيديهم وطلب المساعدة من الآخرين. هؤلاء الأطفال ضحية مجتمع، ضحية أسرة، ضحية مجتمع ما يؤدي دوره ومسؤوليته الاجتماعية على أتم وجه، ضحية آباء يعني يدفعون بهؤلاء الأطفال لأن يجلبوا منذ الصباح الباكر وحتى نهاية اليوم يطالبوهم بمبالغ معينة، وبعض الأطفال الذين يتسولون بصورة أخرى من خلال مسح زجاج السيارات ومطالبة السائق بمبلغ لقاء مسحهم لها أو بيعهم حتى للمناديل الورقية. هذه صور من صور التسول، ليست عمل حقيقة، وأضرارها وعواقبها وخيمة على المجتمع وعلى الأطفال. هذا الطفل اللي ما يتعلم هو أصبح عالة على المجتمع، عرضة لأن يصبح مجرم، أو هو هذا الطفل راح يتعرض إلى الانتهاكات في حقوقه من قبل الآخرين المسيئين، قد يعني يتعرض إلى القتل أو للاغتصاب أو يكون يعني ينضم إلى عصابات إرهابية. هذا كله بسبب إهمال المجتمع للأطفال. فالتسول هو ظاهرة هي نعم موجودة في كثير من دول العالم، لكن تفاقمها في مجتمعنا أصبح خطر يهدد أمن واستقرار الطفولة في العراق، ويهدد أيضا أمن المجتمع بشكل عام. الطفل يجب أن يذهب إلى المدرسة، هنالك يجب أن يكون هنالك تعليم إلزامي، ويحاسب الأب الذي لا يذهب بابنه أو بنته إلى المدرسة. كذلك دور الرقابات ودور وزارة الداخلية، دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يجب أن يفعل من أجل أن نتخلص من هذه الظاهرة اللي تجعل يعني الأمية تزداد والجريمة تزداد في داخل المجتمع. إضافة إلى أنه حتى لو كان هذا الطفل ما راح يتعرض إلى يعني إلى الانتهاك في حقوقه أو اغتصاب أو قتل أو غيره، أو هو ما أصبح مجرم، هو نفسيا يعني سايكولوجيته راح تكون مختلفة. هو يشعر بالدونية والضعة، ويشعر بنقمة وسخط على المجتمع، لأن هو أصلا تقديره الاجتماعي راح يكون منخفض مستقبلا. وبالتالي ما هكذا تبنى المجتمعات حقيقة. إحنا بحاجة إلى أن نعيد النظر فيما يحدث من ظواهر في مجتمعنا. يعني البعض يسمي ما يقوم به الأطفال يعني بيع العلكة والمناديل الورقية، يسمي هذا عمل، هذا مو عمل، هذه صورة من صور التسول حقيقة. علينا أن ننقذ أطفالنا من هذا الضياع ونؤدي دورنا حقيقة. هنالك عقوبات يجب أن تفرض على الآباء اللي يزجون بأبنائهم في الشوارع من أجل التسول. يجب أن تكون هنالك رقابة صارمة من قبل وزارة التربية من أجل عدم تسرب الأطفال وتركهم للدراسة. يجب أن يكون هنالك دور لوزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتخليص مجتمعنا من هذه الظاهرة يحتاج إلى تضافر للجهود، ويحتاج من عندنا أنه نكون جادين في أن نتخلص من هذه الظاهرة بشكل كبير ونهائي. مشاهدينا الكرام، ظاهرة التسول أصبحت مصدر إزعاج للأسر العراقية، باعتبار أنه هذه الفئات هي تحاول أنه هي تكسب عطف الناس، وتحديدا النساء في الأماكن العامة أو الحدائق العامة. نشوف أنه هم الفئة اللي يستهدفوهم النساء، باعتبار أنهم ينحرجون، وفئة أنه هي بما معناه تستحي حتى أنه أنت تعطيها مبلغ من المال، سواء للأطفال أو حديث الولد وحتى البنات. إذا جينا حكينا عن الضوابط أو الأسباب، طبعاً ماكو ضوابط إنه هي حازمة وصارمة، ماكو قوانين رادعة حتى إنه الأطفال أو الأشخاص اللي هم يكون ما محتاجين، أو هنا ضاعت السالفة إنه أكو أشخاص فعلاً محتاجين، فعلاً يحتاجون إنه يتبعون هذه الأساليب البسيطة كأن يبيع مي أو كلينكس أو غيرها من الأمور حتى يساعد عائلته. هنا الكل أصبح يحدو حدو هذه الظاهرة، في اعتبار أنه هي راح يحصل على المال كثير، بالإضافة لأنه الأطفال يعني أنت من تشوفهم راح تنقهر، باعتبار أنه هنا الشارع يسلب طموحاتهم أحلامهم. هنا الطفل عندما يشاهد أنه الأطفال هم يلتحقون بالمدرسة، تحديدا نحن الآن في وقت مدرسة وتفعيلها، فنشوف أنه هنا عندما يشوف الطالب هو متأنق وبكامل أناقته ورايح المدرسة، هنا راح يحس بحالة من حالة نفسية راح تكون. هنا المشكلة وين؟ المشكلة أنه إحنا محتاجين متابعة لهذا الموضوع.
متابعة حقيقية حتى نحاول إنه نغربل ونشوف من المحتاج، حتى المؤسسات المعنية بالموضوع تحاول تساعدهم، تحاول إنه هي توفر لهم عيشة كريمة. وأكو طبعاً نقطة جداً مهمة، وهي إنه نشوف من ضمن الأطفال، هي الأطفال كل الجنسين يمتهنون هذه المهنة طبعاً أو يكونون بهذه الظاهرة. نشوف البنات يعني من عمر 5 سنوات 6 سنوات إلى عمر المراهقة، نشوفها هي بالشوارع. هنا المشكلة إنه هي بنية رقيقة، بنية حساسة، مستقبلها شنو؟ مستقبلها يعني دائما ما تسأل ابني إنه يقول لك أنا أكمل دراسة، إنه أصير طبيبة، مهندسة، مدرسة، حلمها إنه تكون أسرة، عائلة. هنا هذه البنية شنو مستقبلها؟ شنو راح تكون تصير؟ أكيد راح تكون هي عرضة للتحرش، للاغتصاب، للكلمات السيئة أو الألفاظ السيئة اللي هي مستحيل انه هي تقال لفتاة، وهذه الفتاة هي بعمر الورود من المفترض انه تكون هناك جهات مسؤولة عن هذه الحالة. اذا مشاهدينا الكرام، السؤال هنا دور المؤسسات الدينية من هذا الموضوع شنو؟ شنو المساعدات اللي قدموها؟ دورهم في الحد من هذه الظاهرة؟ تعالوا نشوف الجواب راجعين. ان نظر المؤسسة الدينية الى ظاهرة التسول يتكون من قسمين. القسم الأول هو الحاجة للطعام والشراب، تؤدي بالإنسان إلى سؤال الناس لاستجداء لغرض الحصول على الحاجة الإنسانية، وهذا لا نقاش فيه، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول أطعموا القانع والمعتر. لكننا نرى اليوم أن هناك ظاهرة هي عبارة عن مهنة، اللي هو الشق الثاني، يعني يخرج بعض الناس بعوائل في بعض الأحيان، عوائل متكاملة لاستجداء التسول من الناس، وهذا أمر مرفوض جدا، لأنه في القوانين الإسلامية يجب تفقد هؤلاء الناس. واليوم لدينا في الدولة جهات مختصة بإعطاء بعض الأموال البسيطة لمن لا يملك مهنة أو لا يستطيع الحصول على الطعام والشراب. الأمر الآخر الذي نراه اليوم في الشارع هو استغلال الحالات الإنسانية لاستعطاف الناس، يعني نرى بعض النساء تحمل طفل رضيع في بعض التقاطعات تمثيلا، يعني لو كان واقعا هذا ربما معذور، لكن هو تمثيل استئجار للطفل. وما يدل على ذلك وجود أدلة كثيرة جدا على أن هؤلاء عبارة عن مافيات ومجموعات لا تسمح لأحد بأن يأتي في هذا المكان ولا تتقبل، وهذا واضح جدا وثابت. الأمر الآخر هو استخدام بنات، يعني من سن السادسة بداية الطفولة إلى المراهقة 15 سنة، هذا أمر يعني مؤلم جدا، لأن هذا يسمى في المصطلح القرآني استحياء النساء، رفع الحياء، رفع حياء المرأة خطر جدا، لأنها لن تستحي من فعل الأمور الأخرى لا سمح الله، لأنها أزالت ماء الوجه بطلب المال من الناس، وهذا يجب أن يكافح، والمؤسسة الدينية لا تقبل به أبدا. لكن يجب توفير البديل، يعني يجب منع هؤلاء مع توفير البديل حتى لا يكون هنالك اضطهاد للناس بدون وجود حلول. لكن هي ظاهرة موجودة في المجتمع. الأمر الخطير أن هذا يعتبر في بعض الأحيان مورد رزق ثابت لبعض الناس، ونراهم في أكثر الأماكن منتشرين، ربما حتى في كل البلدان العربية وحتى في الغرب، لكن بخصوص مجتمعنا نرى أن ذلك ظاهرة تهدد المجتمع وتهدد السلم المجتمعي كثيراً. حلول: يجب أولا منع هؤلاء من مزاولة التسول كمهنة، يعني في المناطق هناك مؤسسات كثيرة تابعة للمرجعية، وهناك معتمدون للمرجعية أيضا يتابعون مقدار الحاجة الفعلية للفقراء في مناطقهم، وهذا يمنع خروجهم إلى الشارع في هذه الأماكن وإهانة النفس حقيقة، لأن يسمعون كثير من الكلام. يجب منع هذه الظاهرة، منع استخدام الأطفال ومصادرة حقوق الطفولة
أن يجد نفسه متسول من حيث لا يشعر، وكذلك إزالة الحياء من البنات، لأنه بناء المجتمع الصالح يعتمد على هذه الشريحة، شريحة الأطفال من النساء والأولاد والذكور. بناء عليه مثل هذه الظاهرة قد تجعل من الشخصية شخصية مهتزة في المستقبل، لا تنفع لبناء مجتمع آمن مطمئن يتطور ويسعى إلى السعادة. الأمر الآخر أيضا متابعة القوانين التي تخص انتظام هؤلاء بالمدارس، يعني لأن هذا يعتبر متسرب، أيضا متابعة تعليمهم والحفاظ عليهم متعلمين حتى لا نصل إلى نتائج غير مرضية لا سمح الله. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الظاهرة، ظاهرة التسول، هي ظاهرة خطيرة على المجتمع العراقي تحديدا في الوقت الحالي. نشوف أنه راح الطفل هنا يكتسب عديد من بدل ما يكتسب مهارات راح يكتسب عادات سيئة كالتدخين، كتعاطي المخدرات، يعني التحلي بالفاظ السيئه والرديئه، يعني لان تفاصيل كثيره راح تاثر على حياه ومستقبل الطفل ككل. هنا اذا كانت الحاله وهي وقتيه، يعني مثلا الطفل هو محتاج فعلا محتاج يساعد عائلته، لكن بمرور الوقت اذا راد يترك هذه الظاهره ما راح يقدر. هنا راح تكون هي نتعود. احنا دائما ما الطفل نقول عليه التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. هنا بدل ما الطفل يكتسب عادات لطيفة، عادات جيدة راح يستفاد من عندها، الطفل طبيعة حاله انه يخزن ذاكرته الذهنية او يخزن الصورة الذهنية، هنا راح يطبع بأطباع سيئة اكيد راح تبقى وياه للمستقبل. هنا حسب دراسات اظهرت انه 90% من المتسولين هم من المدخنين، طبعا يدخنون، وهذه هي خطيرة اصلا على الصحة. بالتالي انه هو الطفل عندما يشاهد الاكبر من عنده بهذه، يعني بهذا المهنة نقول عليها او بهذه الظاهرة، اكيد راح يتطبع باطباعهم. شنو اللي يسووه راح هم ايضا يسووه. هنا محتاجين يعني وقفة حقيقية وجادة بهذا الموضوع. انا شخصيا شاهدت حالة انه هو طفل بعمر 6 سنوات تقريبا 7 سنوات هو يدخن، يعني ويتفاخر بهذه الظاهرة او انه هو يدخن ويحس نفسه انه هو رجال. هنا يعني الحالة معناته راح تتطور، معناته هنا الطفل من هو صغير يعني يسوي هذه العادات السيئة البسيطة ممكن مستقبلا يستغل من قبل المافيات، من قبل العصابات غير المنظمة، يعني ممكن انه هو يعني يدرب على السرقة، على القتل، على يعني تفاصيل كثيرة وعديدة. هنا نقول أين حقوق الإنسان؟ أين دور المنظمات اللي هي تساعد وتحاول إنه هي تحد من هذه الظاهرة؟ شنو دورهم؟ شنو فعالياتهم؟ شنو الأمور اللي شاهدوها واللي حاولوا إنهم ينقذون الطفل بها؟ تعال نشوف الجواب وراجعكم. موضوع عمالة الأطفال وتسول الأطفال يعتبر من المواضيع الخطيرة، وهذا الموضوع يمثل أحد التحديات. إذا لم تكن هناك معالجات حقيقية وجدية، صور تسول الأطفال قد يكون ضمن قضايا التجار بالبشر واستغلال قسم من الأطفال من قبل عصابات الجريمة المنظمة لغرض استخدامهم في أعمال التسول التي أصبحت من مظاهر الجوانب التي تقوم بهذه العصابات، وخطف الأطفال لغرض التسول واستغلال الأطفال لغرض التسول. وقسم من الأطفال قد يكون فعلاً يقومون بأعمال التسول بسبب الأوضاع الاقتصادية وما يتعلق بجوانب خط الفقر وتأثيرها المباشر على مقدار الجوانب الخاصة بعوائلهم، وبالتالي هذه المشاكل والتحديات اللي عاشوها الأطفال هي التي سببت انتشار هذه الظاهرة. والظاهرة رغم التأشيرات ورغم الرقابة ورغم التقارير التي تقدم لم يتم معالجتها لغاية اللحظة، ما زال أطفال يتواجدون في الشوارع بشكل واضح وجلي أمام القوات الأمنية أمام الجهات الرقابية. وليست الآن ظاهرة التسول ليست فقط بالنسبة للأطفال الذكور، هناك أطفال الإناث، وليس أيضا بس بالنسبة للأطفال العراقيين، حتى هناك أطفال أحداث من دول عربية ومن دول أجنبية. وبالتالي هذه ظاهرة من الظواهر الخطيرة على المجتمع إذا لم تجد هناك معالجات حقيقية وجدية لها، سواء بإعادة النظر
موضوع معالجة خط الفقر وكذلك جوانب البطالة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية بالنسبة للعوائل، تعزيز الرفاهية، إنشاء صندوق الأجيال بالنسبة للأفراد العراقيين، وكل مواطن عراقي تضع له حصة مباشرة من مردودات ومدخولات الموازنة، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى تمين موارد ومداخيل بالنسبة لهؤلاء الأطفال، وكذلك تعزيز الإجراءات العقابية لكل شخص ولكل جريمة ومؤسسة جرمية تقوم بعملية استغلال الأطفال في موضوع التسول التي اعتبرت ظاهرة من ظواهر الخطر داخل المجتمع العراقي. إذا مشاهدينا الأكرم، إذا جينا وقارنا هذا الموضوع مع بقية الدول، طبعا كل دول العالم عندهم ظاهرة التسول، أطفال، نساء، رجال، كبار بالسن، عادي موجودة، لكن الدول المتحضرة هي تسعى وتضع جل اهتمامها وعنايتها بتنشئة الطفل والاهتمام بالطفل بتوفير حياة ملائمة وآمنة لأطفالها. هنا تتبع جميع الأساليب والطرق في متابعة شنو الأسباب اللي أدت بهم إلى هذه الظاهرة، ليش نزلوا للشارع، هل فعلا هم محتاجين حقيقيين، أكو منظمات وأكو دوائر وأكو دور ترعى هذه الفئات وتحديدا الأطفال. هنا يسعون إلى تهيئة الأطفال فكريا وعقليا وجسديا ونفسيا، هنا يسعون ليش باعتبارهم هم جيل المستقبل، هم الجيل الصاعد. بالتالي هنا أوصت جمعية الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة طبعا في سنة 1954 أصدرت أن يكون يوم العالمي للطفولة هو شهر حزيران من كل سنة، يعني كل سنة بشهر حزيران يوم يحتفلون به هو اليوم العالمي للطفولة، لأن الطفل هو له حق في الحياة، حق في الصحة، حق في التعليم، حق في تنشئته وتوفير بيئة مناسبة وملائمة حتى يكون طفل صالح بالمستقبل. طبعا مشاهدينا الكرام، بكل سنة بشهر حزيران بهذا اليوم العالمي للطفولة والاحتفال به تنشر منظمة حقوق الأطفال تقرير يعني تتحدث به عن الدول الأعضاء اللي هي صادقت على اتفاقية حقوق الأطفال اللي صدرت عام 1989، وهي 163 دولة، وتنشر بهذا التقرير انه الدول اللي هي توفر رعاية يعني رعاية مناسبة وآمنة وبيئة مناسبة للأطفال حتى تساعدهم. طبعا ب 2016 حسب التقرير انه تونس هي كانت هي المتصدره طبعا بهذا الموضوع، والعراق جاء في ذيل القائمه بما يخص توفير بيئة ملائمة ومناسبة للأطفال. بالتالي احنا هنا بالعراق محتاجين الى تفعيل قانون حماية الأطفال. طبعا هذا القانون في 2021 قبل انحلال البرلمان، قبل ان ينحل، على اساس انه هو يقرأ ويقر هذا القانون، لكن مع الاسف انه البرلمان انحل وراح القانون. الآن أين أصبح قانون حماية الأطفال؟ شوف الجواب وراجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقانون حماية الطفل تم إنجازه بالكامل وإحالة إلى مجلس النواب، وفعلا يحتاج لإرادة حقيقية إلى إقراره داخل مجلس النواب. أما ظاهرة التسول فهي ظاهرة منتشرة في كافة دول العالم وخاصة الدول النامية، ولكن بالعراق أخذت منحا خطيرا لوجود أعداد كبيرة من المتسولين، وكذلك لوجود بعض المافيات التي تستغل الأحداث دون الثامنة عشرة لأغراض التسول، وكذلك بعض القاصرات لأغراض الدعارة. تبذل وزارة الداخلية قيادة شرطة بغداد جهودا جبارة للحد من هذه الظاهرة، مفارزة منتشرة ضمن نطاق الحصر بغداد للقبض على المتسولين وكذلك على المخالفين للقانون، إلقاء القبض عليهم وكذلك إحالتهم إلى القضاء لنار جزاهم العادل. ولكن مستعرف حضرتكم ظاهرة التسول هي تعتبر مخالفة، بالتالي يطلق صراحة خاصة الأحداث دون 18 سنة، يطلق صراحة بكفالة أو بتعهد شخصي، وبالتالي يرجع إلى الشارع. فقط فاقدي الذوي وفاقدي الأهلية يرسلون إلى دور المشردين التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذه الدور لا تستوعب أكثر من 200 مشرد، بالتالي لا تستطيع استيعاب هذا الكم الهائل من الأحداث المشردين المنتشرين ضمن نطاق العاصمة بغداد. تبقى وزارة الداخلية قيادة شرطة محافظة بغداد سباقة
القبض على المتسولين والحد من هذه الظاهرة، وكذلك القبض على مستغلي الأحداث في التسول. ونتأمل مجلس القضاء الأعلى تطبيق المادة 6 من قانون جلب البشر لمن يستغلون الأحداث، خاصة ضمن ما تحت سن 18 وفق المادة 6 من قانون جلب البشر، والتي نصها يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 15 إلى 25 مليون كل من استغل ما دون 18 لأغراض الدعارة والبغاء وتجارة الأعضاء وكذلك التسول. لو طبقت هذه المادة القانونية بالشكل الصحيح سوف نلاحظ انخفاض كبير جدا في حالات التسول وخاصة تسول الأحداث. إذا مشاهدينا الكرام، من النقاط الأخرى التي يجب أن نناقشها بحلقتنا لهذا اليوم هو التسول الإلكتروني. طبعا لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى صورة وشكل آخر لظاهرة التسول، أصبح يعني بعد ما كان يقتصر أو مقتصرا على الطرقات والشوارع، لا أخذ شكل مغاير، وأنه هو يعني وسيلة سهلة. شلون؟ أنه بعض العوائل تنشر صورة يعني مثلا طفل محتاج عملية أو عائلة محتاجة مساعدات، كأن يعني مفرش، مأكل، وتفاصيل كثيرة هنا المواطن حتى يساعدهم. من النقاط المهمة أنه تيك توك هو الفعال بهذه الظاهرة. شلون؟ أنه أبي يعني حتى ينشر فيديو مباشر أو يعني مقاطع صغيرة حتى يكسب عطف الناس، أو هو بالمستشفى أو ابنه بالمستشفى ومحتاجين عملية أو مصاريف أو علاج وغيرها من الأمور. هنا راح يحصل إيرادات أولاً من تيك توك، بالتالي راح يحصل إيرادات أيضاً من الناس ومساعدات كثيرة وعديدة. طبعا هنا بعض العوائل هي فعلا محتاجه، فعلا انه هذه وسيله سهله حتى يتواصلون، وحتى ما شخص يعني مثلا اذا هو يستحي بالشارع او الناس تشوفه، وسيله سهله وبسيطه راح تساعد الناس باللي تقدر عليه. طبعا ظهرت التسول هنا، بعض دول العالم او بعض الدول هي حاولت انه تصدر قانون التسول الرقمي. هذا شنو؟ ها هنا تكون هناك عقوبه صارمه لمن يفعل هذه الافعال وهو غير صادق وغير حقيقي، وتكون العقوبة تصل إلى 3 أعوام مع مبالغ مالية. هنا بالعراق محتاجين إلى تفعيل مثل هكذا قانون، محتاجين إلى معرفة الحقيقة، محتاجين الجهات المسؤولة والمعنية أنه هي تتابع هذه الصفحات وتروح للمكان تشوف أنه فعلا هم محتاجين، فعلا هذا بيتهم، فعلا أنه هم مريضين، فعلا أنه هم محتاجين عملية أو تحاليل وكذا تفاصيل. هنا الناس يعني المتسولين الوهميين حرموا ناس كثيرة وعديدة اللي هي فعلا محتاجة، والناس أيضا اللي تريد تقدم مساعدات كنوع من التكافل الاجتماعي هنا أيضا ما راح تقدر تقدم، باعتبار أنه يعني هذه الفئة عمت على فئة كثيرة وعديدة من الناس المحتاجة الحقيقية، وهنا أصبحت الحقيقة ضائعة بين هؤلاء القبائل. إذن مشاهدينا الكرام، كان دور المواطن حاضر بحلقتنا لهذا اليوم ورأيه حاضر، راح نتعرف هل هو إذا شاف يعني فقير راح ينطيه لو لا، وإذا شاف على مواقع التواصل الاجتماعي راح يساعده لو لا. شوف الاستطلاع وراجعي. والله هو الموضوع قديم جديد، بدأ الموضوع أنه أكو ناس فعلا مستحقين فعل يعني الظروف أن هم محتاجين مساعدة ولازم نساعدهم. الموضوع الثاني، أكو عوائل بدت أنه محتاجة بفعل مواضع داعش واحتلال مدنهم، فاضطروا يهاجرون من المدن المحتلة يجون لبغداد. بعدين شافوا أن الموضوع مو بس أنه عازة أو احتياجهم للمال، تحول الموضوع إلى أنه هاي مهنة، كونها أنه الدخل اليومي اللي يجيهم أكثر من ما هم محتاجينه، فتحول الموضوع إلى تجارة. بعدين الموضوع تشعب، تحولوا إلى موضوع أشبه بالمافيات، يعني ناس قاموا تأجر أطفالها، أكو نسوان قام يعني خصوصاً النساء، إحنا ما شايفين الرجال يعني على أرض الواقع، أكثر شيء هنا النساء. تشوفين الطفل بإيدها، بس هو يعني مبين هذا الطفل مو ابنها أو ما تابع لها. فبعدين الموضوع صار أخذ غير منحنى، صار الطفل صار طفلين، 3 4، زين مرة وياها 3 أطفال رضع، هذول مو يعني مو مال هي أمهم. الدور الثاني يجي الرد الفعل، هو الرياكشن من الناس. مثلا يجي أنا، يجي عليه طفل، أنا كأب يعني سواء أنه هذا كاذب أو صادق لازم أستجيب له وأنطيه. ثاني شيء، أنا إذا أنطيه له
ما أعتقد الربع دينار لا تقدم ولا صح ما لها قيمة وصح هاي العادة غلط. بس شو نسوي؟ إحنا لازم يعني نسوي اللي نقدر عليه. مثلًا يقولون إذا صدق السائل هلك المسؤول. إحنا لازم نساعدهم باللي نقدر عليه. إحنا بطبيعتنا كعراقيين عامة شعب فطري. يعني من يعني كل شيء نسوي على الفطرة بغض النظر إنه هم إنه مستغلين هذا الشيء. أضافة إلى ذلك تجين على تقاطع أو تجين على هم أكثر شيء بالتقاطع أو بالسيطرات الرئيسية. ثابتين بهذا المكان ثابتين. تسوي حملات يسوون حملات الشرطة جزاهم الله خير الشرطة المجتمعية نفس الشيء تجين ثاني يوم تلقيهم هم موجودين ماكو فد قانون يحد من هاي الظاهرة. صح الشرطة المجتمعية شو تسوي؟ تروح توجههم يا هذا الشيء غلط هذا الشيء ما يسووا. بس هم مو هذا الموضوع. الموضوع أكبر. الموضوع اتطور إنه صارت ماذيات مال تسول. إحنا هسه إحنا متأكدين إحنا خلينا نحكي واقع حال 80% هم كذب لأن مبين ذاك هو هاي الموضوع ممتهنة شون أو حتى عندهم زي لابس جنطة يعني هذا شنو شي يدل على إنه هاي الشغلة مهنة إله. وأكثر من برنامج وأكثر حتى أفلام حتى عادل إمام من اتطرق الفيلم من متسول اتطرق المافيا التسول. فنفس الحالة هاي عندنا يعني مو بس عندنا إحنا بالعراق هو أكثر شيء يثير العاطفة عند العراقيين هو الطفل. إحنا أنا لمن أشوف رجال كبير بصراحة ما ساعده أقول هذا شبيه ليش ما يروح يشتغل. بس أنا لمن أشوف طفل أنا ينكسر خاطري عليه فأضطر أساعده. هذول رايحين مثل المصطلح الإنجليزي no hope in sight لا أمل في الأفق يعني ما عندهم أي مستقبل. وبالمناسبة يعني حتى لو توجههم مدارس أنا مثلا أنا الله مكيني أردت أتبرع بهذا الطفل حدخله مدرسة على حسابي يبقى بالمدرسة؟ أكيد لا ما يبقى. أخذ هاي مهنة فهذولي لو نلحق عليهم لو ما نلحق. أنا بوجهة نظري مو من منظار التشاؤم أقول ما نلحق عليهم لأن هذا الموضوع أخذ بعد أخذ منحنى هو خط التسول أو ماذيات التسول فكل حل ما لهم. طبعا من أهم مسببات انتشار التسول بمجتمعنا الحالي هو تندمج ضمن البيت اولا لانه يعني البيت النساء الامهات او الاباء اتخذوها كمهنه. بس بالدرجه الاساسيه اعتب على الحكومه. ليش؟ لانه هم هسه الانتشار مال التسول دا ياخذوهم ويحلوهم ياخذوهم ويهدوهم يعني ما يخلوهم بالله وخصوصا الاطفال. والاطفال هي حاله جدا خاطره اتخذت كمهنه وهذه المهنه اللي سهوله شنو سهولة الحصول على يعني على المال على المال لأنه هذا الطفل هو بعمر الورد جد عمره من 5 إلى 15 سنة تقولين. يعني أنا دا أشوف هسه بالكاظمية بنات 13-14 سنة سألت واحدة منهم قالت إلا آخذ 60,000 أو أحصل 60,000 يلا أمي تدخلني بالبيت. الأب والأم موجودين وما يقبلوا يدخلوا بالبيت إلا 60,000. فهذه المهنة منبوذة جدا. ظاهرة التسول طبعا اكثر اللي متسولون كانوا عراقيين قبل بس هسه حاليا يجون من مختلف الدول. هذول مختلف الدول جاي مو بس يتسولون جاي يجون حالات اختطاف خاصه الحالات القديمه اكو اختطاف حالات اختطاف هواي سجلت وحالات سرقه وذول يعني لازم تتدخل الحكومه على مود يحلون هاي الازمه مالت المتسولين لان جاي يكثرون واذا كثروا جاي ياثرون على من على هم اصحاب المحلات واصحاب الارزاق اللي كسبه اللي هم يردون يرزق ياخذون ارزاقهم. الاطفال العراق يعني هسه هم الاطفال العراق يعني جايين بنسبه كلش كبيره من اسباب اهلهم وعدم الدراسه وعدم التربيه وعدم العلم. يعني هاي اسباب رئيسيه مثلا ما يروح من المدرسه هذا طبعا احنا اذا يروح ما يروح المدرسه وين راح يقول له الاهل يروح يتسول يعيش حياه ما الشارع مع احترامه. من يسوي هيك راح يتعود ويظل على هذا الرزق مالته وراها يعني بعد تبدي العادات السيئه تبدي السرقه تبدي حالات التدخين والمخدرات وكل شيء الاعمال يعني سيئه. فلازم يعني اكو مؤسسات خيريه تلتزمهم على مود يعدلون مسار. يعني صراحه انا صار لي فتره ما انطي لان انا بدي انطي بس اذا انطي راح يخليه يتعود. يعني احكيها مو مثلا من كاميرا او شيء لا احكيها يعني انا من زمان هيك اسوي. اما اذا لقيت واحد مثلا بالشارع مثلا يبيع مي او يبيع شاي هذا اكو نسبه يعني همني جدود بس انا اعطي اكثر من النسبه اللي راح اشتريها مثلا بطن مي بربع دينار لا انا اعطي 1000 دينار واخذ البطل على ابو اني اشجع عليه من على العمل مالته.
مبين اليوم أبو المهنة، واليوم الفقير مبين. إحنا من لا نأخذ على كل الحالات، أكو واحد صدق طالع على باب الله، حالة من الحالات اللي أنا صارت عندي إنه اضطيت الواحد أكثر من اللازم، رجع لي أنا، قال لا أنا جاي محافظات ماكو شغل محافظتي، فأجيت هنا أنا أشتغل واسترزق. فهي همين صوت الحكومة لازم تعدل، تسوي مصانع، تسوي أعمال، وظائف، الشغل ذولي اللي يشتغلون محافظات أو البلدات. التسول أكيد ظاهرة سلبية تهدف إنه الأطفال راح يعني المستقبلهم مجهول، ما حد راح يعرف مستقبلهم. التسول هسه ما نعرف من هو المحتاج ومن ما محتاج، خاصة هسه كثرة المنظمات. يعني أنا عندي أجيب أطفال وأسوي منظمة وأنطيهم يومياتهم، يعني أنا من راح أنطي هذا الطفل ما راح أنطي هذا، راح يوديها لأبو المنظمة، وأبو المنظمة راح يوزع لهم يومياتهم. هذا الشيء يعني حيرة بعد، ما تعرف المحتاج ومن المحتاج. والله بالنسبة للشغلات مال المتسولين، أول شيء حضارة المجتمع غير لائقة وغير مسموح بها إحنا كوجهة نظرنا، لأن أكو منظمات المفروض تحتضن هذه الأمور إذا بحد ذاتها هي مستحقة هذا الشيء. هاي واحدة. اثنين، بالنسبة للمساعدة مرات تشوفين حالات يعني مثل ما نقول إحنا بالعامة ينكسر قلبك عليهم. نساعد ليش ما نساعد؟ أول شيء المساعدة هي لله سبحانه وتعالى والشخص المحتاج. بس إحنا نرجع ونقول نتمنى نقضي على هاي الحالة، لأن الحالة اللي قاعد نشوفها أكثر الأحيان غير لائقة بصورة عامة. يعني هي الأساس البنات، يعني تلاحظيهم مع الأسف يعني شوفيهم هي مثل الوردة واقفة وقاعد تتسول بهاي الطريقة، غير أنا أشوفها غير حضارية وغير أخلاقية. وتعرفين ما لها مستقبل، يعني مع الأسف مستقبل مجهول وما تعرفين شو نتائجه، أكيد سلبية هي. وبالنسبة إحنا نطالب المنظمات تراعي هاي الناس المحتاجة. والشيء الثاني، الجهات المختصة بهذا الأمر أتمنى يقضي على هذا الأمر بسرعة وقت، لأن حالة من الحالات شخص من الأشخاص قال لي أنا قاعد أتصل، فاتح جامع وقاعد أتصل وواقف، أحد المتسولين إجا خطف الموبايل من عندي وشرد. يعني زين بيج حالة راح ينكسر قلبه وراح يساعد أحد المتسولين؟ والله أنا أشوف بيج حالات ما شجعهم صراحة، أحكي ليش ما شجع أحد. بس أي ما، بس إذا أشوف امرأة كبيرة بالسن، رجل كبير بالسن يستحق، لا أكيد المساعدة مريودة. والله هاي التسول الإلكتروني موجود حاليا عندنا، أشوف أنا أكو ناس مختصة إذا تروح وراء هاي الناس اللي قاعد تنشر على الإلكتروني وتتابع حالتهم وتشوفهم إذا أكيد محتاجين لابد نساعدهم، أكيد لازم نوقف وقفة وياهم جميلة. أكو ناس يعني شافوها مهنة سهلة وقاعد، بس أعتقد الناس اللي قاعد توصل هاي الأمانة أكيد قاعد يكتشفون إن هم كانوا يستحقون هذا الشيء أو لا. أكيد لازم تبحث ولازم تدقق بحيث المحتاج لازم نوقف وياه ونساعده، والغير محتاج أكيد لازم يأخذون مجراه. لازم يكون عقوبة، لازم ينهون هذا الأمر، لأن بصراحة محافظات مع جل احترام الواقع المحافظات قاعد يجون لبغداد وقاعد يطبقون هذا الشيء، التسول بالإشاير والشوارع. مشاهدينا الكرام، قبل ختام حلقتنا لهذا اليوم يجب التركيز على بعض النقاط. أولا، على الحكومة العراقية أن تأخذ دورها في الحد من هذه الظاهرة. ثانيا، على وزارة التربية تفعيل قانون إنه التعليم الإلزامي حتى الطفل يكتسب المعارف اللي هي جيدة واللي تكون هي مساعدة له في المستقبل حتى ما يكتسب عادة سيئة من الشارع. بالتالي محاسبة ومتابعة ومراقبة الأهل اللي ما يخلون أطفالهم إنهم يروحون للمدرسة. وثالثا، يجب الإسراع في تفعيل قانون حماية الأطفال، لأن هو راح يتغلب على كثير من الصعاب التي يواجهها الأطفال. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج ليش لا. إلى اللقاء.